اه ما انا وكان عارف. هادي جدا. بقول لحضرتك يا سيادة العميد، بتاكلوا ايه طيب؟ لا كل حاجه ايه عايز. يعني، افتح نفسنا كده. اسماك، اسماك كابتن. اه اسماك. طيب اسال حضرتك سؤال، كلام تاني، ان قيل على فكره، عشان برضو احنا بنخاطب جمهور الاسماعيلي وناس اللي بتسمعنا، في كلام ان حضرتك عرضت جون انطويا للبيع بحوالي مليون دولار، في ناس قالوا 10 مليون جنيه، وفي كلام ان برضو مليون دولار لمحمد عواد حارس المرمى، وده كلام بيقال، هل حضرتك فعلا عارض جون انطويا للبيع بهذا المبلغ؟ فعلا فعلا. تمام يا كابتن. اه يعني اللي هيجيب لك المبلغ ده او اقل سنه قريب منه هيتم بيع جون انطوي، عشان مظبوط تستفيد يا من كابتن. الفلوس دي، تستفيد من الفلوس دي ان انت تجيب لعيبه تانية. والله يا كابتن عشان هو اللعيب يعني، يعني مش زي ما عايز تقول يلعب، مش عايز خلاص، مش عايز خلاص. طب طب مش بالنسبه عايز. لمحمد عواد، محمد عواد يا كابتن، هو احنا النهارده طبعا قعدنا النهارده عملنا توأمه بيني وبين نادي الزمالك، تمام، كان فحواها. لو انا هبيع محمد عواد هعرضه على الزمالك الاول، هبيع تمام. اي لعيب، اي لعيب اه هعرضه على نادي الزمالك الاول، وكذلك نادي الزمالك هيبيع تمام. اي لعيب. مثلا جايب له 500000 جنيه، محمد جايب لنا 500000 جنيه، انا اخده. هو دي التوأمه اللي احنا عملناها النهارده. يعني التوأمة دلوقتي ان هيكون في بيع مشترك لاي لاعب عايز يمشي من الزمالك يروح الاسماعيلي، واي لاعب عايز يمشي من الاسماعيلي الزمالك عايزه يروح الزمالك، ولو انت عايز لعيب من الزمالك وهو عايز يمشي هيروح الاسماعيلي. بالظبط كده يا كابتن، تمام بالظبط كده. تمام. واعتقد دي يعني فكره جيده ان وخاصة كمان في قطاع الناشئين في نادي الزمالك لعيبة السنة دي برضه هيسيبهم، هيعرض كل اللعيبة. وأنا في نفس الوقت لو أنا أبيع لعيب، يعني هو النهاردة كان جاي عرض العواد، يمكن سيادة المستشار مستشار يعني فكر إن أنا يعني أكثر حاجة، قلت له لو جالي حاجة أنا هديها لك. هو عواد جاي له عقد بره، زي ما هيجي له بره، لو هيجي له بره، لو إحنا هنطلعه بره هقولوا له. وعلى وعواد حسب كل لعيبة رغبة اللاعب كمان، يعني لو الراجل بالظبط كده الاول عرضه على نادي الزمالك، طب هسأل وهو حضرتك نفس سؤال الكلام تاني، نفس معلش الموقف. هحط نفسي مكان جمهور الاسماعيلي دلوقتي، مصعد عوض اتباع للاهلي ومحمد صبحي مضى لسموحة، طب محمد عواد هيمشي، فين حراس مرمى الاسماعيلي؟ لا يا كابتن، احنا الكابتن ما فيش كلام عن بيع دلوقتي ولا حاجه. وبعدين احنا محمد عواد لوحده كمان مش هنسيبه، احنا هنسيب له كمان، هنجيب له كمان جون واتنين، يعني مش هنسيب الجون كده. لسه محمد مجدي صغير، فهنجيب له محمد عواد جون واتنين كمان. طيب جون انطوي ما عندوش مانع ان يروح الزمالك؟ يعني حضرتك قلت على اللاعب مش عايز خلاص يقعد في الاسماعيلي، وليه كمان 160 الف دولار على ما اعتقد، هل مش عايز يقعد خلاص وعنده موافقه مبدئيه ان يروح الزمالك؟ كابتن هو واخد 75% من مستحقاته بتاعت السنه دي، تمام. ملوش اي حاجه عندنا، هو الشيحه وحتى اللي قال الخصومات الكلام ده دي على الهوا، ما اعرفش. لا، المبلغ ده مش مظبوط. تمام ليه؟ لا ده للسنين اللي جايه. تمام ده هو اللاعب لو نادي الزمالك عرض علينا ان هو عايزه، استاذ مرتضى كلمني النهارده يعني قال لي ان انا عايزه، قلت له سياده المستشار عرض للنادي، لمجلس اداره النادي الاسماعيلي، وهو هنجلسه مع النادي، واي حاجه زي ما اتفقنا في التوامه طب اللاعب احنا نفسه ما عايزين عندوش الزمالك مانع؟ الاول. اعتقد ان في مشكله يعني او لا مش عارف، لان هو موجود في غانا دلوقتي اعتقد. لازم يسالوه هو. تمام سيادة العميد، بشكرك. ممكن اكلم سيادة المستشار تاني بس سؤال اخير؟ ماشي، هجيبهولك حاضر. استاذ خالد، سيادة المستشار بس عايز حضرتك اسال، لو تشوف الحمام المشوي والحمام المحشي طب انت خالد. بتجري ريقنا ليه طيب؟ طيب سيادة المستشار اخيرا هسال انا حضرتك بس سؤال. عايز لا اقول يا خالد من اتفضل. خلالك انا بشكر شعب